أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في العرب اللندنية، برهم صالح يضع الأحزاب الشيعية أمام التوافق أو سحب البساط منها. المدى، قوى شيعية ترفض تدخل رئيس الجمهورية باختيار بديل عبد المهدي. الزمان، كتلة نيابية تدعو علاوي للكشف عن المتسببين بتخليه عن تشكيل الحكومة. وفي القدس العربي، كورونا العراق يسجل أول حالتي وفاة عربيا، والسعودية توقف عمرة المقيمين. في البصار، تحذيرات من تحول العراق إلى بؤرة لكورونا بسبب الإهمال الحكومي. وفي الشرق الأوسط، روحاني فيروس كورونا أصاب كل أقاليم إيران تقريبا. وفي الجزيرة نت، عشية لقاء أردوغان وبوتين، المعارضة السورية تشن هجوما على النظام بسراقب. قالت صحيفة المدى إن الميليشيات المسلحة المرتبطة بإيران تحاول استثمار الأزمة السياسية في البلاد للإسراع في فض التظاهرات باستخدام القوة. ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن تلك الميليشيات شاركت بقمع المتظاهرين، كما أنها أصدرت قوائم بأسماء ناشطين في التظاهرات وهددت بقتلهم. الصحيفة تنقل عن مصدر أمني في بغداد قوله إن أحداث القمع الأخيرة في محيط ساحة التحرير شهدت انخراط جهات مسلحة واجهت المحتجين بالرصاص وببنادق الصيد، وغالباً ما ينشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لمسلحين يرتدون ملابس مموهة وأحذية رياضية يقومون بمواجهة المتظاهرين بالأسلحة النارية والقنابل الدخانية قرب ساحة التحرير وسط بغداد. وأشارت الصحيفة إلى أن ساحة الخلان شهدت أكثر من مجزرة بحسب وصف ناشطين، أبرزها ما حدث نهاية العام الماضي حين اقتحم مسلحون بسيارات مدنية المنطقة وقتلوا وأصابوا نحو 100 متظاهر. ويقول المصدر الأمني وهو ضابط في أحد الأجهزة الحساسة إن نشاط الجماعات المسلحة ضد المحتجين قد تصاعد بعد فشل اختيار محمد علاوي، وتسربت قوائم تضم العشرات من أسماء رجال أعمال وأثرياء وناشطين وإعلاميين مهددين بالتصفية الجسدية من قبل جماعات مرتبطة بإيران. وتقول الصحيفة إنه لم يتسنى لها التأكد من مصادر مستقلة عن حقيقة القائمة، لكن وفق التسريبات فإن الأسماء عدت من أحد الفصائل المسلحة المعروفة في البلاد والتي هددت قبل أيام مسؤولاً رفيعاً في الدولة، فيما رجحت مصادر أمنية تورط جهات إيرانية بعمليات القمع التي يتعرض لها المتظاهرون. ووفقاً للصحيفة، فإن سياسيين وحقوقيين يتواصلون مع البرلمان الأوروبي والمسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تدوير التظاهرات، كما عدت تلك المجاميع قوائم من الانتهاكات ضد المتظاهرين السلميين من أجل إقناع المجتمع الدولي بالتدخل لمنع الحكومة والميليشيات من قتل المتظاهرين. يوماً بعد يوم يبدو المشهد العراقي أكثر تعقيداً وغموضاً عن السابق، بعد أن قلبت انتفاضة الشارع الموازين رأساً على عقب ووضعت النظام على المحك. أمير المفرجي يقول في صحيفة القدس العربي إنه رغم تصاعد حدة انتفاضة تشرين ودخولها الشهر السادس، يستمر تشبث الأحزاب الدينية بالحكم ومن يدعمها من خلف الستار من المؤسسات والمراجع الدينية والفئوية، ضاربين عرض الحائط خروج ملايين الأصوات الوطنية العابرة للطوائف والمطالبة بإنهاء عملية المحاصصة الطائفية.
من تابع أحداث المشهد السياسي والاجتماعي العراقي يرى بوضوح غياب الدولة وتراجع قدسيتها لصالح النخبة السياسية المعممة التي باتت صاحبة الكلمة المؤثرة في أمور البلاد من خلال الرجوع إليها واستشارتها أو تنفيذ مطالبها في اختيار المرشح الذي يتناسب مع ثقافتها الإثنية، القادر على تنفيذ الأوامر السياسية والاقتصادية كما نراه الآن من خلال إفشال شباب الانتفاضة لإرادة مقتدى الصدر في دعمه ترشيح محمد توفيق علاوي. ففي الوقت الذي ازداد فيه زخم الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام الطائفي والرجوع إلى نظام الدولة الوطنية من خلال الرفض المطلق لترشيح علاوي، أبدى مقتدى الصدر دعمه الكامل لهذا المرشح ووقوفه بجانب السلطة القمعية لإنهاء الاحتجاجات بكافة الوسائل المتاحة للوصول إلى تفكيك الانتفاضة الشعبية المطالبة بالإصلاح السياسي والتحرر من النفوذ الإيراني في محاولة لإجبار العراقيين على قبول مرشحه لضمان استمرار جرائم مسلسل الاغتيالات والاعتقالات تجاه المعارضة الوطنية العراقية التي يقودها الشباب المنتفض، حيث عززت تصريحات مقتدى الصدر الأخيرة في عبارة جرة أذن واستعداده للدخول في حرب طائفية عن مدى ارتباط زعماء الدين السياسي الطائفي المتطرف سنياً كان أم شيعياً في إفشال العملية السياسية والخروج من الأزمة. الكاتب يرى أن شل تنصيب المرشح محمد توفيق علاوي كما كان حال من سبقه أثبت فشل العملية السياسية الطائفية، وأن لا أمل في الخروج من الأزمة العراقية إلا من خلال عملية سياسية أساسها الهوية العراقية للهوية الإثنية التي تتناقلها الحكومات الفاشلة في بغداد. لمرتين خلال 10 أيام سمع العراقيون على لسان قادة ميليشياويين يهددون أو ينقلون رسائل إيرانية بحرق العراق. الأولى وردت خلال مقابلة مقتدى الصدر التلفزيونية، والتصريح الثاني خرج من أحد زعماء كتائب حزب الله توعد فيه بحريق ينتظر العراق إذا ما تم اختيار مدير المخابرات مصطفى الكاظمي كرئيس للوزراء. ماجد السمرائي يرى في صحيفة العرب اللندنية أن هذه التهديدات تعبر عن حالة اليأس التي وصلت إليها إيران وأتباعها في العراق. كشفت انقسامات السياسيين الشيعة حول تمرير مرشح لرئاسة الوزراء حالة اليأس التي تعيشها أطراف معسكر طهران في العراق، خصوصاً أولئك المرتبطين بالبندقية كخيار لحل الأزمات والتي كانت وسيلتهم الوحيدة في التعامل مع شعب العراق منذ عام 2003، إلا أن الدخول في مرحلة التهديد الإيراني بحرق العراق إذا ما رفضت خيارات الشيعة المرتبطين بها بتعيين رئيس وزراء جديد يعني أن طهران في مرحلة اليأس بفقدانها للسلطة في بغداد بعد الثورة الشعبية العراقية في الأول من أكتوبر، وفي مقدمة أهدافها تخليص البلد من النفوذ الإيراني. تنبعث هذه النزعة العدوانية كلما توفرت لها الفرص، وآخرها في ظل حكم الخميني عام 1979 الذي استغل العامل المذهبي لشيعة العراق لأغراض سياسية قومية، لكنه خان ضيافتهم له 14 عاماً، فقاتل العراقيين بعد عام من تسلمه السلطة طيلة 8 سنوات، ورفض دعوات السلام التي قدمها له صدام حسين بعد عام واحد من تلك الحرب. ثم تولى خليفته علي خامنئي مسلسل قتل العراقيين بعد احتلاله عام 2003 إلى حد اليوم، رغم أن شعب العراق لا يحمل حقداً تجاه شعوب إيران الجارة التي تواجه ظلم هذا النظام واستبداده. الكاتب يضيف أنه لو كانت لدى النظام الإيراني ووكلائه الثقة بأن العراق ما زال في قبضتهم لما وصلوا إلى التهديد بحقه، فمن يمتلك الشيء وينتفع به لا يحرقه،
لم يحرقوا المدن السنية، يقول الكاتب في الموصل وصلاح الدين والفلوجة وديالى وكركوك بدوافع الحقد والكراهية الطائفية. كانت هذه الفصائل مسلحة وما زالت تمهد أرضية القرارات السياسية لزعامتها في قتل المعارضين وتشريد المدنيين. فلسطينيو العراق الذين تجاوزت أعدادهم يوما ما عشرات الألوف لا بواكي لهم اليوم، لا أحد يذكرهم بالخير، كانوا يتقاسمون العيش مع أشقائهم العراقيين في صفاء وأمان، لكن عددهم اليوم لا يتجاوز 8000 في أكثر تقدير. عبد اللطيف السعدون يقول في صحيفة العربية الجديد بأن فلسطيني العراق لكأنما كتب عليهم أن يعيشوا تيها إثر تيه، وأن ينتقلوا بين حريق وحريق، وأن تنالهم من دون ذنب جنوه مقتلة وحشية، تارة على يد الأعداء التاريخيين وأخرى على يد الأخوة الأعداء. ما سجلته هذه التقارير وتلك الروايات يفصح عما كابدته وتكابده هذه الشريحة الفلسطينية العراقية، من دون أن يلتفت إليها صانع قرار أو منظمة تعنى بحقوق الإنسان. بدأت أيام السوء بعد الغزو الأمريكي للعراق، إذ حوصرت هذه الشريحة وتعرضت لمعاملة بشعة من ميليشيات همجية سوداء ورجال أمن مسعورين، خطف واعتقال وتعذيب واغتيال، في ظل مزاعم أن هؤلاء كانوا سنداً لصدام حسين ونظامه وإمعاناً منها في التضييق على من بقي منهم. اتبعت سلطة بغداد خطة ممنهجة لسلبهم كل الحقوق التي كفلتها لهم قوانين وقرارات سابقة، جديد ذلك ما أقرته حكومة حيدر العبادي في حينه من حجب الحصص التموينية عنهم وإحداث العراقيل أمام تجديد إقاماتهم وحرمانهم من المساعدات الحكومية وتقليص فرص التعليم والخدمة الصحية أمامهم وحرمان ورثة الموظفين المتوفين العاملين في المؤسسات الحكومية من حقوقهم التقاعدية. وإذا كانت حكومة بغداد قد تبجحت في معرض رفضها صفقة القرن بالدعوة إلى ضمان حقوق الفلسطينيين، فإنها نسيت أو تناست أنها أهدرت أبسط حقوقهم الإنسانية التي كانت مقرة لهم، كما لم تعمل على رد المظالم التي وجهت إليهم أو توقف حملات التضييق التي تمارسها الميليشيات ضدهم بين حين وآخر. ويختتم الكاتب بالقول إن المثير للدهشة أكثر بأن السلطة الفلسطينية المسؤولة عن رعاياها في المهجر اختارت النأي بالنفس عما يجري لرعاياها في العراق، ولم تسع بجدية إلى تثبيت حقوقهم التي اكتسبوها بتشريعات وقوانين سابقة. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قالت بأن إيران مسؤولة عن نقل فيروس كورونا للدول المجاورة لها، وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أنه في الوقت الذي تتصارع فيه إيران مع واحدة من أسوأ فاشيات الفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم، يكافح جيرانها لوقف تدفق الأشخاص والبضائع عبر الحدود في محاولة لعزل أنفسهم ضد الوباء. فيروس كورونا انتقل من إيران إلى 10 دول من بينها العراق وباكستان وأفغانستان المجاورة، وتتخذ هذه البلدان تدابير مثل تعليق الرحلات الجوية ومنع الإيرانيين من الزيارة لمنع انتشار الفيروس بشكل أكبر، والذي يشكل تحدياً لأنظمة الرعاية الصحية الهشة لديها. ويعتقد أن مدينة قم هي مركز تفشي المرض في إيران وبالقرب من العاصمة الإيرانية، تعد المدينة مركزاً تجارياً مهماً يجذب الزوار ورجال الأعمال من جميع أنحاء العالم بما في ذلك الصين. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال الأربعاء إن الفيروس انتشر في جميع محافظات البلاد تقريباً، وحث هيئة الإذاعة الحكومية
على عرض برامج متفائلة لرفع التفاؤل مع ارتفاع عدد القتلى إلى 92 شخصاً، وفرضت كل من باكستان والعراق حظراً على دخول الإيرانيين، لكن الآلاف من مواطنيهم فضلاً عن الأفغان يزورون أضرحة إيران أو يقومون بأعمال تجارية، على الرغم من أن البلدان تسعى إلى الحد من السفر إليها. وبالنسبة للعراق وأفغانستان اللذين تدهورت نظم الرعاية الصحية لديهما بسبب سنوات من الصراع وسوء الحكم، فإن الخطر حاد. وأكدت وزارة الصحة العراقية وجود 34 حالة إصابة بالفيروس التاجي، جميعهم تقريبا عراقيون عادوا مؤخرا من إيران. الصحيفة تشير إلى أنه على الرغم من منع الإيرانيين من دخول العراق، إلا أن الحدود التي يبلغ طولها 900 ميل لا تزال مفتوحة أمام البضائع. وقد حث المواطنون العراقيون الحكومة على إغلاق الحدود تماما، بالرغم من أن قطع الواردات من إيران قد يؤدي إلى قفزة في أسعار المنتجات الأساسية. نشرت مجلة فورن بوليسي مقابلة أجراها مدير تحريرها رافي أجروال مع الأكاديمي أشتوت فارشيني، مؤلف كتاب الصراع الإثني الهندوس والمسلمون في الهند. ويشير أجروال في مقابلته إلى أن فارشيني يرى أن أحداث الشغب في دلي الأسبوع الماضي تحمل الصفات كلها لما يسمى مذبحة منظمة، ويعتقد أن أحداث الأسبوع الماضي القاتلة ستعاد في أنحاء أخرى من البلد، وأن المسلمين باتوا في خطر جسيم. الأدلة الأهم لغاية الآن تتعلق بقيام الشرطة بغض الطرف وعدم الاستجابة لاستغاثات المسلمين في الوقت الذي كانت تهاجم فيه البيوت ودور العبادة والمتاجر دون خشية من العقاب. المواطنون المسلمون في الولايات التي يحكمها حزب بي جي بي هم في وضع خطير، لأن دور الشرطة مهم، والشرطة مسؤولة أمام الحكومة المحلية للولاية. وإن دفع حزب بي جي بي شرطة الولايات المختلفة ضد المسلمين فإن أشجع الضباط فقط سيقاومون، لأن هيكلية القيادة واضحة. فالخطر على الأقلية المسلمة التي تعيش في مناطق حكم بي جي بي كبير جدا، وتبدو ولاية أوتار براديش هي الأكثر عرضة للخطر، فالمسلمون يشكلون فيها نسبة 18%، وهم موزعون في أنحاء الولاية كلها. وكانت هناك أحداث شغب كبيرة في مظفر أباد عام 2013 مثلا، ولم يرى عناصر الشرطة في أي مكان، بالإضافة إلى أن ولاية أوتار براديش يحكمها السياسي يوغي إديتياناث المعروف بكراهيته للمسلمين. أيديولوجية الحكومة خلقت وضعا على الأرض، فأصبحت ليست هناك حاجة لصدور تعليمات من الأعلى، فيقوم من جعلوا أنفسهم أدوات بابتكار استراتيجيات خاصة بهم، ويعتقدون أنهم إن تصرفوا بأسلوب متعصب بمهاجمة المسلمين يمكنهم التدرج صعودا في التسلسل الهرمي السياسي. الكاتب يقول إن النظر إلى انتخابات أيار مايو 2019 على أنها تصويت لإعادة تشكيل البنية الهندية يمثل تفسيرا مبالغا فيه لرغبات الناخبين، لكن هذا ما يحصل في السياسة، ويبدو أن هذا شجع حزب بي جي بي بما فيه الكفاية للبدء بعملية إعادة تشكيل البنية من خلال التشريعات. وكان تمرير قانون الجنسية الذي أدى إلى موجة المظاهرات الحالية تتويجا لذلك. في خضم تسابق الجميع لتقديم حلول للوباء الذي يسببه فيروس كورونا حول العالم، قامت شركة علي بابا الصينية بتقديم مساهمة مؤثرة للحل، إذ أعلنت الشركة تطويرها لحل معتمد على الذكاء الاصطناعي، قادر على اكتشاف فيروس كورونا خلال 20 ثانية فقط وبدقة تصل إلى 96%. وفقا لموقع الخليج أونلاين، فإن شركة علي بابا
تدعي أن نظامها الجديد يمكنه اكتشاف الفيروس التاجي في فحوصات الأشعة المقطعية لصدور المرضى ورصد حالات الالتهاب الرئوي الفيروسي، ويستغرق تشخيص الذكاء الاصطناعي للمرض 20 ثانية فقط وفقا للتقرير، بينما يستغرق الأطباء بالتحاليل الاعتيادية عموما نحو 15 دقيقة، حيث يمكن أن يوفر أكثر من 300 صورة للتقييم. وتقول الشركة إنه تم تدريب النظام على الصور والبيانات من 5000 حالة إصابة بالفيروس، وتم اختباره بالفعل في المستشفيات بجميع أنحاء الصين، وهناك 100 منشأة للرعاية الصحية على الأقل تستخدمه حالياً. والآن إلى الكاريكاتور. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.